إنها بلغاريا. هنا اختار 30 وكيلا سياحيا جزائريا التعرف مع شريكهم الجديد على الوجهة السياحية البلغارية، وذلك من خلال ورشة عمل دامت 3 أيام كانت بالتنسيق مع سفارة بلادنا، ومكنتهم من التعريف بالوجهة السياحية الجزائرية. قمنا بهذا التنظيم ونأخذ معنا يعني تقريبا 30 وكالة سياحية أخرى لاكتشاف بلغاريا، وين هاد الشيء راح يكون نفسه، وراح نقوم بجلب 30 شركة بلغارية إلى الجزائر إن شاء الله في شهر سبتمبر، وهنا يكون كاين تبادل حقيقي. بس السنة دي احنا بنختلف شوية بمؤتمرنا في بلغاريا، اللي احنا بنعمل تبادل السياحة بين الجزائر وبلغاريا، يعني البلغاريين يروحوا للجزائر والجزائريين يروحوا لبلغاريا. تبادل الخدمات وتصدير السياحة الجزائرية إلى بلغاريا هو ما سعى إليه الوكلاء الجزائريون، وأكدته السفيرة الجزائرية بصوفيا. الوكالات يجيوا باش بنية تطوير العلاقات بين دولتين، وخاصة تطوير القطاع السياحة، ولهذا أكدت أن العمل تاعهم لا يقتصر على جلب الجزائريين إلى بلغاريا، ولكن جلب البلغاريين إلى الجزائر، هذا أهم شيء أنا بالنسبة لي. البلغاريين متعطشين أنه يشوفوا الصحراء الجزائرية، يشوفوا جعناتي، يشوفوا تامن راست، وإحنا عرضنا منتوجاتنا ولقت ترحيب كبير هنا من عند الشركات البلغارية، وهي في أتم الاستعداد من أجل التبادل في المنتوج السياحي. الإيواء، الإطعام، الخدمات الفندقية والأسعار محاور ركز عليها المشاركون لإعداد موسم اصطياف متميز، لا سيما وأن هذه الوجهة لم يعتد عليها السائح الجزائري. كما هنا في أوروبا مثلا تلقى فيها 3 أشخاص، العائلة الجزائرية فيها على الأقل 4 أشخاص، وتتفرق يعني من ناحية الأكل لازم يكون أكل حلال، من ناحية البرامج السياحية تانية لازم تكون برامج سياحية تتماشى وتقاليد والأعراف الجزائرية، هذا من الشروط اللي وضعناها للوكلاءنا في بلغاريا. Very flexible. We can offer menus which are especially for Muslims with halal food, or we can offer international menus. We are hosting many families with children. We are flexible in our accommodation. Children are always welcome with us, especially at the seaside. We do have an aqua park there. It's great fun for them. بلغاريا والجزائر وجهتان سياحيتان بامتياز، اكتشاف مدنهما الساحرة يستهوي الجزائريين والبلغار لا سيما الشباب منهم، وهو ما يسعى إليه متعاملو قطاع السياحة في البلاد.